الجزائر يخرج الجزائريون اليوم في مسيرات جديدة للتأكيد على رفض انتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو، رغم توجه المجلس الدستوري نحو إلغائها بسبب عزوف المترشحين على المشاركة فيها. تأتي هذه التظاهرات الخامسة في الجمعة 15 بعد دعوة قيادة الجيش إلى الحوار، شرط أن يثمر بحلول دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت لإنهاء هذه الأزمة. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شريف سمير، مساعد رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، أهلا بحضرتك. إذن يبدو أن الاتجاه الآن في الجزائر هو رافض هذه الانتخابات، يعني الدفع لخروج المتظاهرين في رأي حضرتك لرفض هذه الانتخابات رغم أصلا عزوف المترشحين فيها، وحتى أنه يعني الخبراء عند قراءة مسألة المترشحين في هذه الانتخابات وجدوا أنه من الصعوبة أصلا إجراءها في 4 يوليو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واقع الأمر الانتخابات الجزائرية إجراءها في 4 يوليو هي مدة وجيزة جدا تستحق أن يكون هناك إعادة نظر فيها، ليكون هناك مد لفرصة أن يكون هناك مرشحين جدد، يكون هناك ظهور وجوه جديدة على الساحة السياسية. عزوف المرشحين لانتخابات الرئاسة مرجعه الأساسي هو عدم الثقة في ضرورة أو أهمية إجراء الانتخابات مثل هذه السرعة، ولابد ان يتخذوا وقتهم الكافي لعرض برامجهم على الشارع الجزائري. في نفس الوقت الشارع الجزائري متخوف من فكره وجود الوجوه القديمه من فلول النظام السابق، نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه، وقضايا الفساد التي اصبحت الان منتشره وصلت الى اكثر من 50 قضيه فساد متورطين فيها رجال النظام السابق. فطبعا كل هذه المخاوف تؤدي الى عدم التفكير في الإقدام على انتخابات 4 يوليو، وهي ليست كافية على الإطلاق لطرح وجوه على الساحة السياسية، أو يكون هناك اطلاع على برامجهم، أو يكون هناك ثقة في ظهور نماذج أخرى قد تكون مفيدة للحكم في الفترة المقبلة. والجيش الحقيقة الجزائري طبعا على الطرف الآخر يرى أنه من الضروري جدا إجراء الانتخابات بسرعة لكي يكون هناك حل للفراغ الدستوري التي تعاني منه الجزائر حاليا، وأن يكون هناك استقرار أكبر يعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى. نعم، طيب مسألة وجود فترة انتقالية طويلة، يعني الجيش كان متخوف من هذه المسألة، وجود فراغ دستوري وطول الفترة الانتقالية، تعقيب حضرتك أيضا على بهذه الجزئية تحديدا، هل الحراك الشعبي في الجزائر يعي هذه النقطة ويعي مسألة مخاطر طول الفترة الانتقالية؟ طبعا الحراك الشعبي في الجزائر مدرك لمخاطر طول الفترة الانتقالية، وأنا لست من أنصار أن تطول الفترة الانتقالية لشهور طويلة، أي ممكن أن تستغرق ما بين 2 أو 3 على الأكثر، يكون هناك إعداد أكبر للدستور وإعداد غرضه، يكون هناك فرصة لطرح الوجوه الجديدة أو برامج المرشحين للرئاسة، أن يكون هناك ضبط للأمور أمنيا في الشارع الجزائري من خلال قدرة الجيش. واعتقد ان الجيش ايضا يقود له فرصه، لان المؤسسه العسكريه لم تفرط في ان تضف او ان تدفع باسم من اسمائها لتولي الرئاسه، خصوصا وان التركيبه السياسيه في الجزائر لا تشجع على ان يكون هناك رئيس مدني او رئيس من خلفيه سياسيه، وسيكون الميل اكبر للخلفيه العسكريه. اعتقد ان هذه الفرصه قد تكون كافيه في قولون 2 أو 3 على الاكثر، ولكن فكره التعجيل بان يكون هناك خلال في ان يكون هناك انتخابات رئاسيه في 4 يوليو حيث ده يمكن ان يؤدي الى يعني تسرع نحن في غنى عنه فيما يتعلق بالمشهد الجزائري. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ شريف سمير، مساعد رئيس تحرير الاهرام، على كل ما تفضلت به من حديث. ومشاهدينا الكرام، الان نذهب الى فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه التغطيه الاخباريه من الان، ابقوا معنا.